انا عندي حق في كذا، انا ليا صوت في كذا، لان لو ما كان هيشتكي هيشتكي يروح للفيفا، ما الفيفا نفسها هي اللي بتاخد القرارات دي. طب ما هل المشهد اللي جاي ممكن عضو جمال عمية ممكن يطلع له صوت او يبقى ليه صوت؟ فين ده؟ اذا كان هو اصلا يا محمد لازم تبقى انت فاهم ده كده الفيفا بيضرب مبادئه الاساسيه اللي هو احترام الجمعيات العمومية. يعني الجمعيه العمومية لها وجهه نظر المفروض انت تحترمها، لكن اعتقد انه يعني المشهد مش واضح بالصوره اللي انا بقول لك عليها، يعني مش هنقدر نتكلم فيها غير لما يتحدد شكل المسابقات راجعه ولا مش راجعه، ولا مش راجعه، بعدين هيبان ده المشهد الاول، ده المشهد الاول، بعدين هيبان مشهد ودور الجمعيه العموميه. وممكن الفيفا يفاجئك يقول لك بعد تاجيل اللجنه الاولمبيه الدوليه والانتخابات قررنا مد عمل اللجنه لمده عام. خلصت صح ولا مش صح؟ ايه في الحاله دي؟ خلصت، خلصت الحكايه. فتوقع هذا القرار. توقع، توقع هذا ده السيناريو الاقرب. سيناريو واللي ايه واللي بتروح منه من خلاله رسائل مغلفه كده. سيناريو ايجابي ولا سيناريو سلبي؟ لا ده بقى سيناريو جميل. الحلقه كلها الغاز. لا لا لا، يعني السيناريو هيبقى مفاجاه. هو السيناريو مفاجاه، هو اللجنه مصدره لك المشهد ان هي اللي جايه تعمل يعني اللي ما اتعملش، اللي جاي تعمل لك اللي هو ايه ما اتعملش، وانه عملت النقله اللي ما حصلتش، وانه هو فين الحين؟ لا لا لا، هو فين؟ فين الفار وقف؟ لا فين فين يا فندم؟ فين يا اماسه بتتغنى لي مثلا ان عملت الفار وبتاعه والكلام ده؟ طبيعي جدا لازم تعمل الفار، مطالب الانديه كلها، انت اللي وعدت من اول يوم جيت فيه قلت ان انا هعمل واسوي واروح واحط بتاعه والكلام ده. لكن هي المساله لا، فيها كلام كتير وفيها حاجات كتير بتتعمل وفيها مفاجآت. فيها طيب. مفاجآت جامدة جدا. طيب، بمناسبة المفاجآت الجامدة جدا والألغاز اللي احنا بنتكلم فيها في الحلقة من أولها، المشهد الانتخابي في اتحاد الكورة، نفترض لو البعض لسه ما كونش صورة الانتخابات، هيزق في إطار التأجيل؟ تأجيل ال تأجيل الانتخابات، تأجيل الانتخابات. ما هو لو ما هو خلي بالك، في بند محطوط، في بند من البنود المحطوطة اللي هي في اللائحة الجديدة، بند الثمان سنين. تمام، بس انت ما بتعرفش بند الثمان سنين ده محطوط عليه اساس بأثر رجعي ولا فوري. ده مش هيسمح لأي حد خد دورتين انه يدخل الانتخابات تاني. يعني طبعا بأثر رجعي نهائيا. يعني كل اللي قعدوا دورتين تحت اي ظرف، تحت اي ظرف، لن يكون له وجود في الانتخابات، وكل من يمني نفسه عليها لا يحق. كل الناس اللي خدت دورتين، خدت دورتين متتاليتين، خدت متفرقتين، هيبقى في كلام على انه الناس دي مش موجوده. والهدف هو البحث عن الغاء كافه الوجوه القديمه دي والبحث عن وجوه جديده. ما انا موجود يا اخي، ما انا انفع. مش انا درت ممكن انفع وعندي فكره واقدر اطور لك واعمل لك واسوي لك ومعايا كم وجه جديد ومعايا لا واقدر اعمل لك. ليه يعني دول مش هيبقى حد على فكرة، مش هيبقى حد من يعني من هنا بريدة وشوبير والناس، الجزئية دي محطوط يعني ايه مترتبة على كده بهدف انه خلاص ابدأ مرحلة جديدة وهات ناس جديدة هي اللي تطور وتحط المشهد. لو المشهد اذا اكتمل اعتماد ايه اللايحة، اللايحة يعني اللايحة نفسها، واعتمد من خلالها البند ده بأثر رجعي ومشتملاته. بس الثمان سنين على ناس وناس، لان في ناس ما ينطبقش عليها الثمان سنين وفي ناس ينطبق عليها الثمان سنين. ما انا بقول لك كل واحد خد دورتين. دورتين في ايه بالظبط؟ متتاليتين؟ متتاليتين او داري وبقول او لا ده انا عاوز اكتب لك، لان برضو المعلومه انا احاول اتاكد منها، ويقال ان دورتين حتى لو كانوا متفرقتين. يا متتاليتين يا متفرقتين. يعني مثلا نفترض واحد نزل في انتخابات 2005 لغايه 2009 وبعد كده نزل من 2000 بدون اسماء اهو وبعد كده نزل من 2017 و18 ل 2020 مثلا او 2019 قعد سنه مثلا 2022 يبقى كده دورتين؟ دورتين. ده انت كده الوجوه كلها جديده. بس يستثنى فيها المهندس هنا بريده لانه كان موجود بصفه دوليه. حتى هنا بريده يتم استبعاده. خد كم دوره هنا بريده قبل كده اصلا؟ لا المهندس هنا بريده موجود في الاتحاد من سنين لان هو موجود بالصفه الدوليه سواء في انتخابات او بدون انتخابات. خد حقه.
المشهد ده كان سهل نكون قريبين منه لو كان في مدير تنفيذي والانتخابات اتعملت من 3 4 شهور. ما انا بكلمك بقى، هو الاتحاد الدولي وجهه نظره وجهه نظر انه يدي كده يعني، ودي بدي خلي بالك برضو دي وجهه نظر. ممكن الناس دي عندها وجهه نظر، ممكن يعني وجهه نظر تحترم انه خلاص يعني ناس شبعت من الوجوه القديمه دي، عاوزين وجوه جديده، ندي فرصه ان احنا نطور و يعني ايه يبقى في شكل. هنشوف الفتره الجايه، لسه الملف شائك ولسه بالتاكيد فيه تفاصيل كتير. طب ده ملف الانتخابات اللي جه نتيجه تاجيل الاولمبيات اللي هيطرح ملفات كتيره سواء في الاتحاد المصري لكره القدم او حتى باقي الاتحادات واللجنه الاولمبيه. بس الانتخابات لو تمت في الاتحادات